تمام. بعد كده عندنا ايه؟ ننزل الفري. الفري. فري يعني ايه بقى؟ يعني العمود من فوق مش متصل بحاجة، تحدث عندما يكون طرف العمود حر الحركة والدوران، زي الكانتليفر مثلا، بيبقى عمود كانتليفر. طيب عندك اللمضة اللي احنا حسبناها دي، احنا عرفنا الكي دلوقتي بتيجي منين، من الكام كيس اللي فاتوا دول، وعرفنا الاتش، وعرفنا البي، وعرفنا التي، يبقى نقدر نجيب اللمضة. طيب اللمضة، يبقى انت عندك اللمضة اللي احنا حسبناها دي، عايزين نعرف العمود ده مقيد بقى ولا مش مقيد. فاللمضة اللي انت جبتها البريزد من ما بين ال 15 وال 30، والانبريزد من 10 ل 23. هنبدأ بقى نقارنها بالقيم دي. بعد كده هنا ايه هتدخل اهو، ازاي تحسب اللمضة بي. بص يا سيدي، انت هنا باصص، انت هنا باصص على العمود ده مثلا اللي على الشمال، ماشي. العمود ده متصل من فوق بكاميرا ومن تحت بكاميرا، ماشي. الكاميرا كام؟ 50، ماشي. لكن العمود 40، يبقى ماشي. دي انهي كيس؟ كيس واحد، ماشي. صح؟ ماشي. طيب لو بصيت اللي على اليمين، ماشي. الكاميرا اللي فوق 70 واللي تحت 70، والعمود كام؟ العمود 80، أكبر يبقى كيس يبقى دي اتنين، كيس اتنين، ماشي. صح؟ ماشي. اهو انت خلي بالك، انت انا شايف ايه؟ اوت سايد بلان، وانا شايف ان سايد بلان. ايه الفرق بقى؟ الاوت سايد بلان انت شايف البي، او الانسايد بلان انت شايف التي، ماشي واخد بالك؟ ماشي. بعد كده يبقى انت عندك اللمضه بي اوت هتساوي ايه؟ الكيب واحد واثنين، وهنعرف ما هو بقى بيقول لي اوت بان او انسايد بلان. ما انت بص هقولها لك جت منين دلوقتي. انت عندك هنا الواحد واثنين دي جت منين؟ تعال انت في الاوت اوف بلان شايف ايه؟ مش ال 50 اكبر من ال 40؟ يبقى هو متصل من فوق ومن تحت بحاجه اكبر منه، اكبر من ال 40، ماشي. يبقى كيس واحد مع كيس واحد، ماشي. صح ولا غلط؟ ماشي. تعال نشوف اهي، تعال بص بقى نشوف الجدول. احنا عندنا الجدول اهو، صفحة كام اهو، يبقى هو كان unbraced كيس واحد مع كيس واحد يديك كام؟ واحد واثنين، صح؟ يبقى احنا كده عرفنا الكي، تمام؟ طب عرفت مين الأنبريزد؟ اي عمود لما تيجي تصممه اعتبره انبريزد، مور سيف، ماشي. بعتبر ان هو عمود غير مقيد. ماشي. يعني ايه غير مقيد؟ مش احنا اتفقنا ان العمود الغير مقيد يعني بيقاوم احمال جانبية، والعمود المقيد يعني ان في عناصر تانية هي اللي بتقاوم زي الشير وول والكور. ماشي. فانا المور الأريح سيف لي إن أنا أعمل ان انا الأنبريزد. اصممه انبريزد، ان هو شايل، صح. واخد بالك؟ فانت هتصممه على انه ايه؟ انبرز. هتيجي بص، يبقى الكي معانا، الاتش بقى مش ده الدورين؟ هاخد الاتش من هنا، احنا كبيرة، شغالين على الشمال، يبقى الثلاثة ونص. ماشي. طيب العرض اللي بيقاوم معايا اللي هو ال 30، صح؟ ادي ال 30 اهي، يبقى انا كده ايه؟ جبت اللمضة اوت. ماشي. هتيجي على اليمين، الكي برضه بكام؟ الكي هنا بكام؟ واحد وتلاتة. ماشي. عارف ليه واحد وتلاتة؟ بص هنا دي 50، الكاميرا 50، أقل من 60، القاعدة 70، أكبر من كله كيس ازاي؟ يبقى أنت عندك كيس اتنين. ما هو بص عندك فوق أقل من التي، أقل من 60، ماشي، يبقى كيس اتنين. طب تحت أكبر من 60، يبقى كيس واحد. ماشي. يبقى أنت عندك كيس اتنين مع كيس واحد. ماشي. هتروح راجع للجدول بتاعك، شايف كيس اتنين مع كيس واحد هيديك ايه؟ حلو كده، وصلت؟ فهمت. انزل مفيش مشكلة. تمام. تمثال توضيح، انت لسه ما حسبتش حديد ولا عرفت المومنت جاي ازاي؟ اهي بص يا معلم، عندك كيس اتنين مع كيس كام؟ كيس اتنين مع كيس كيس واحد واحد، يديك كام؟ واحد وتلاتة. عرفت جات منين؟ طيب.